شو بكي يا ميمي؟ صارت مين هيدول؟ شو في ميمي؟ شعر مين؟ شو هيدا؟ وين جبتيه هون؟ يا الله ما عم نسي لا لا ما دار ما عم زينة ولا ديكور ولا خيمة ولا شي شو ها؟ لا زعلانة انت عملتها؟ ماما ما عملتها خلينا نروح إلا ماما فيها شو في يا ميمي مين مات؟ شو في؟ شو في؟ بابا؟ شو في ميمي؟ نسمع عم نسينا زينة زينة شو؟ رمضان ماما عم بتفيقيني من النوم هلأ أنا صايمة لحتى تقولي شو عملتي زينة رمضان؟ ايه يا الله راسي رح يبز يا ميمي روحي روحي قولي لبيك روحي روحي قولي لبيك روحي أنا بدي نام روحي بس ليه فيز ماما بدي نام روحي قولي لبيك بابا شو في يا ميمي؟ بدي زينة طلع ما قولي لأمك تعمل عم بلعب بلاي ستيشن صايم وراس عم بيوجعني ما لي خلق أسهلا طيب ما بيأسهل هلا بعدين بكرة بكرة منشوف يا الله بيضلوا مخزولين أنا بعرف شو هلا حأعمل ألو ميلا أمينة هاي ميمي هاي حبيبتي الحمد لله أنت كيف أنا كثير عصبة ماما وبابا بيضلوا مخزولين وهيدا أحلى يا ماما قولوا لي زينة رمضان شو لايقة؟ نحنا نزين فكرة كتير حلوة يلا عنو انتي نشتري الزرار تعمل خلاب علي زينة شو لايقة؟ هلا نطلب اوكي اوكي باي ميلا حلوة هالخيمة شو لايقون منزيب هيدا وهيدولي كمان in this water bottle. يلا طلبتون يلا بيوز هلا كيما لعبادات عظيمة لعبادات عظيمة لعبادات ميهان I cannot open the door Oh Is someone here? حلوة بس فرح
احلى احلى جاي للحال لما زعلت كمين انت عملتي امتى طلبتي سبرايز؟ شو رايك حلوه في النايت؟ كثير حلوه بس دخلك كيف دفعتي حقه بسيادتك؟ يا مش قليله انت بس حلوه ما بيأثر. ماما شو هيدا؟ مين عمل هيك يحيى؟ انت عملتها؟ لا ولا بنتك ومن مصرياتي كمان. بنتك عملت هيك؟ شو عم تستلموني؟ لا لا ميمي انت عملتيها؟ ماما حلوة؟ صراحة كتير حلوة. واو تعال حيدي يلا تعال ساجوك تعال يا يحيى تعال. واو شو حلوة. سحل شو رايك نفطر هون؟ نفطر هون؟ هيك في داو في داو؟ ايه والله فكرة حلوة. And the reds go marching. يعني يا جماعة بدي فرجيكم يحيى طلع نص التحدي وجاي عم بشجع الفوتبول. يلا يحيى خلينا نكمل. آخر دقيقة أربعة. بابا شو بدنا نعمل سوا؟ 1 2 ما حكيت. بعدك ليا؟ أكل رز ولبن. أوكي. رز ولبن، أوكي. عبيتيتك صراحة عبيتيتك بتجنن يا ميمي. جايز اكتبوا لها لميمي بس انا هاكل رز. انت ما بتاكلي الرز اوكي بس جايز شوفوا لي عبيت ميمي هيدي جبناها وقت رحنا على قطر وعطوها علامة من 10. حطوا لها 10 يا اسطى. لازم يحطوا 10 من 10 صراحة كثير حلوة عبيتك يا ميمي صراحة. عشان تحطها صح مزبوط. يلا لكل حاجة ختيارة بتعمل مثل تيتا ليلى اوكي؟ مثل امك. اوكي مثل امك. يلا كيف تعمل امي؟ يا حيوي يضيق اسلل اثلاثة. هيك بتقول امي؟ ايه بس ولا انا منيح. بقدر يا جماعة يلا صرنا خلصين يا عمري انتو. شو هيدا اسمه؟ تمر. لبن. يامي كوسة. كوسة ماما. لا انا بحب الكوسة كثير. يا الله يا يحيى ما منساع جوا والله ما منساع. مين بدها تفوت لجوا؟ مين بدها ينا نفوت ناكل نفطر جوا؟ والله يا ماما انا صايمه. خدي ها يلا قولي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم اللهم اللهم لك سمنا وعلى رزقك افطرنا. برافو بابا. يابي يلا كلي. It's like the raisin, صح؟ قدان؟ لا. لا عم باكل عنب. يلا فرجونا على السفرة صح؟ هيدا ورق عنب. ورق عنب؟ ايه. وهيدا؟ لحمة. عصعيص. عصيص. شو هو؟ عصخيص. عصا عصعيص. قولي عصعيص. 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 بيك بحب العصعيص. هيدا حلو. هيدا مثلك حلو. وهيدا كوسة. لا وفطايس عم حالك. رز ولبن. بدك رز ولبن انت يعني جايز ميمي كل هدول موجودين بدها رز ولبن. رز ولبن. هلا فرجيك كيف بعملك رز ولبن. نحن رح نفطر هلا ومن بعد الفطار بنرجع لكم اوكي؟ يلا. لا ماما ماما شو بكي يا ميمي؟ صارت مين هدول؟ شو في ميمي؟ شعر مين؟ شو هيدا؟ وين جبتيه هون؟ بعرف لقيتهم بالخيمة. قيميهم ماما قيميهم ما تلعبي فيهم ما تلعبي. شو ها؟ شعر مين هيدا يا ميمي؟ بحكي مونستر. مونستر وحش؟ لا تلعب بلا هبل يا ماما. لا عن جد شعر مين هيدا؟ هذا مش شعري. شعري؟ لا منه شعري. وين لقيتيهم ماما؟ كانوا معلقين بالخيمة. كانوا معلقين بالخيمة؟ وين لقيتيهم هون؟
والله ما بعرف يا ميمة، ما بعرف. حتى روح كبهم بالمية. ايش حيلة لميلا؟ ميلا؟ لا شو بيجيب شعراتها لميلا لهون؟ ما بعرف هيدول شعرات مين. حيلة ميلا. حتى كبهم بالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ميلا فريند. ايه ميلا فريند صح. خليني حطهم بالمي وملح وكبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة يا جماعة، بدي أخبركم شغلة، إنه من فترة لفترة عم لقي كبايلات شعر أسود بقلب البيت، ومش شعري. أنا بعرف شعري كيف، مش شعري نهائياً نهائياً نهائياً. وهون صارت المشكلة بين ميمي وميلا، وتخانقوا مع بعض كرمال الخيمة. سولا لميلا هلح الحب، هلح سوى الخيمة وقتل ميمي وهو شو حالة لبيتها لميلا. ميمي بعتت لي صورة تبع خيمة هشوفها، هي أهلا تبعها، هي قلدتني. ليش تبع أهلا؟ أنا ما بحكي مع ميمي أبدا. انتي بشعة تبع ميمي أحلى. ليش طلعتي هيك؟ وهو شو حالة لبيتها لميلا، بس لونه غير. إنا لنزيب ناتشو سي. ليه عصبت ميلا؟ شو هو؟ زعلت مني. أنا كتير بحبها. شو بدي أعمل؟ شوفكم مات. حبيك ميلا. لتشوفون. أنا زعلت. بحبك. أنا ظالمة. ليش أنا زعلت مني؟ ألو؟ أي حبيبتي سحورة، شلونك يا عمري؟ يا رؤى، ميلا وميمي عم يتخانقوا مع بعض، لك ليش هيك؟ ايه متعاركات. ايه شفتي شلون بالله؟ طب انا شو بدي اعمل؟ ايه زعلانات وحده من الثانيه. ايه بتعرفين ليش؟ ميمي وميلا متفقات يجيبن نفس لون الخيمه، وطلع بالله اللون مختلف. شايفه هيك؟ يعني انا اصلا ما كنت عارفه انه ميمي طلبت زينه لرمضان، وما بعرف انه ميلا كمان طلبت. ما بعرف هالافكار من وين عم بيجيبوهن، ولا طلعوا جايبين نفس الخيمه كمان. ايه والله. ايه انا برايي يا رؤى نخلي المتابعين هن يقرروا اذا منرجع الخيم او منعيش يوم كامل هيك نرضيهم فيهم بقلب الخيمه. شو رايك؟ ايه شو رايك والله خوش فكره. ايه والله انا هم رايي من رايك، نخلي المتابعين هم يختارون خيمه منو احلى. خلاص هسه رح اروح اقنع ميلا. اوكي وانتي هماتي اقنعي ميمي، وخلي نرجع نتصالح انا ذني صديقات، مو على مود خيمه يتعاركن. حبيت الفكره. تمام اوكي حبيبتي، يلا باي 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 باي. اوكي حياتي، اوكي انا ارجع اخبرك. اوكي حبيبتي يلا باي. جايز لكن انتوا رح تقرروا اذا بدكم ايانا نعيش يوم كامل بقلب الخيمه، او نرجع الخيمه هيك ما بقى ميلا وميمي يتخانقوا مع بعض. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. حلوين انا بحبكم. وما تنسوا تروحوا تحضروا الفيديو الكامل بقناه رؤى وبيلا، رح اترككم الرابط تحت لتشوفوا رده فعل ميلا شو صار معكم.